أخاف أن يكذبون.
بآياتنا وأتبعناهم في هذا
ويوم القيامة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لولا
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما
رزقا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في Tava
وقيل ادعوا شركاء ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان